برعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور شخصيات سياسية ودينية وعشائرية، أقام ديوان الوقف السني مؤتمر المصالحة المجتمعية بين مكونات الشعب في عدة محافظات وتحت لجنة مختصة شكلت لتحقيق هذه الغاية. إخوتي، إننا في ديوان الوقف السني عقدنا العهد على أنفسنا للقيام بواجبات هذه المصالحة، وأعلنا على ذلك ما قدمه دولة رئيس مجلس الوزراء في دعم مادي ومعنوي، إذ شرفنا مشكوراً للنهوض بهذا الحمل الكبير، وإنه لشرف عظيم أن نكون سبباً في رسم البسمة على شفاه الجياع الذين أخذت منهم الدنيا الكثير ولم تعطيهم جزاء ذلك إلا التعب والمعاناة. المؤتمر شهد توزيع المنح المالية على عوائل الشهداء والجرحى من جميع الطوائف، كما أكد الحضور على أهمية تجاوز العقبات والخلافات وخلق الروح والهوية الوطنية بين أبناء المحافظات. بعد رعاية من لدن السيد رئيس الوزراء لدعم المصالح المجتمعي في محافظة ديالى، فتم على بركة الله عز وجل اليوم إتمام المؤتمر الخاص بالمصالح العشائرية في محافظة ديالى بين عشيرة الخيلانية وقبيلة بني تميم وتعويض ذوي الجرحى والشهداء. بدأت تتلاشى المشاكل في محافظة ديالى خصوصا بين كافة المناطق والعشائر من خلال التداخلات الإصلاحية التي بدأت حلولها من خلال وتوجيه دولة رئيس الوزراء، وكذلك تدخل الوقف السني، رأس الوقف السني، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية شؤون العشائر تحديدا لتشخيص الخلل الموجود والمشاكل الموجودة والبدء على العمل لتسوية الأمور. وجاء هذا المؤتمر والخطوات بتوجيه من رئيس الوزراء وبالتعاون مع جميع المنظمات والمؤسسات الحكومية في المحافظات لتحقيق المصالحة المجتمعية. جسام الرأي الفضائية علي الحسني، بغداد.